بمكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، الكل هنا بانتظار صافرة حكم المباراة عمار الجنيبي التي تعتذر يراقب حائط بشري مكون من لاعبي الكرة العرضية من خيمي والمتابعة من كرافة، لكن الكرة أيضا لم تتخلص إلى ضربة مرمى. هذا جرافيتي يحتج على القرار. بالمناسبة هذا ثالث موسم لجرافيتي في الملاعب الإماراتية. معلومة عن جرافيتي، نقطة في هذا الموسم مباراة الشباب راح تكون مع دبي غدا مباريات الفرق المشاركة آسيويا. اليوم إسماعيل حماد يهرب استلام، لكن الكرة طالت من القنبلة إسماعيل الحمادي. الكرات العالية واحد من الحلول الخطيرة جدا للنادي الأهلي، الكرات اللي ترسل إما للسياو إما للجرافة إما للحمادي، واللي دائما إرادة كبيرة وإدارة عالية وشخصية كبيرة يقدمها النادي الأهلي في هذا الموسم. لكن شهر 4 شهر الحسم، شهر جني الدمار. سياو إلى جرافة، جرافة عرضية تصطدم، الكرة بتتحول إلى حارس المرمى محمد يوسف. شوف السياو، شوف التحركات، شوف التمريرات اللي من العمق، مدافع بشير السيد لكل من يتقدم معه النادي الأهلي. الكرة من هوجو فيانا، جرافة يرتقي، يا رب يا الله، كرة كانت من المارد في اللقطة الماضية مرت على محمد يوسف، عدت بالسلام يا ملك. شوف الكرة، شوف اللقطة، شوف اللي ملك في منطقة الجزاء، لكن الكرة عدت وتحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب أمام مرمى. مباراة يقام في نفس مد خميس. ماجد حسن في نص الملعب، وصلت إلى زي كارلوس، خطأ واضح على سالمين. إنذار ثاني طرد، نقطة تحول كبيرة بعد دقيقة 22، القميص رقم 2 والإنذار الثاني، حالة طرد من عمار الجنيبي في وقت مبكر في هذا الشوط. زي كارلوس في اللقطة الماضية، ولاعبو النادي الأهلي يحتجون. سالمي الخميس لا يصدق المشهد، كرتين صفر في أخطاء حقيقة في نص الملعب، ما في داعي يرتكبها. لا الفريق مضغوط ولا الفرص خطرة ولا الكرات فيها انفراد. كوزمن اختبار جديد في مواجهة صعبة بعشرة لاعبين في فترة الضغوطات. شوف اللقطة الماضية، هذا الإنذار الأول اللي حصل عليه سالم الخميس، وهذا الإنذار الثاني في الاشتراك بالنسبة للاعب. شوف الدخول بالقدم وباليد من سالم. كرة بتصل الآن عن طريق اللاعب جرافيتي، استلمها الدار، يا سلام على المرور، الله على التصويبة، يا رب يا الله، صقور لم يتركها لجرافة. نايسيف يوسف تطاول، شوف جرافيتي كيف مر، كيف دار، خليها له إلى خارج الملعب. هذا بشير السعيد كما ذكرت حصل على إنذار في هذه المباراة، والآن صفرة حكم المباراة عمار الجنيبي تنهي أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، بالنتيجة السلبية في شوط مثير جدا، شهد بعض الفرص وبعض الكرات الخطيرة، وشهد كرت أحمر للاعب سالمي الخميس ليكمل الأهلي هذا الشوط وما بقي من المباراة بعشرة لاعبين، بانتظار شوط أجمل وشوط يحمل الأهداف التي غابت. بانتظار صافرة عمار الجنيبي لانطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. شوط أول تركناه ينتهي سلبيا في النتيجة، شوط مثير جدا، والبطاقة الصفراء. خيمينيز على تنفيذ الكرة من الضربة الركنية على القائم القريب، لكن الكرة بتتخلص وتبعد، تعود المحاولة من جديد في نص الملعب. إسماعيل حمادي في التصويبة، ولكن الكرة أيضا تصطدم ضربة ركنية. ضغط أهلاوي، وصل تشجيع من قبل الجماهير الأهلاوية. هذا هو إسماعيل الحمادي في ظل النقص العددي. المحاولة والكرة الماضية التي أبعدها بحيث خليفة أولا، وبعد ذلك الكرة واستمرارية اللعب لإسماعيل. زي كارلوس يشعل أجواء هذه المباراة في الوقت اللي كان الأهلي يهاجم فيه. زي كارلوس يتقدم الآن للشارجة 1-0. الكرة بتتحول الآن، وصلت إلى جرافة، جرافة وقف، جرافة مرر، خيمينيز، المتابعة مستمرة والحكم يعطي إشارة استمرار اللعب. يعود بالكرة إلى الخلف ماجد حسن في نص الملعب، لويس خيمينيز
من حال الفردي بيعتم الاول، يتقدم بيعتم الثاني. الله على ناقه، الله على التالق، الله على التسويف. يا رب يا امير يا امير، كلهم شو اسوي اكثر؟ ما في بعد هذا يا امير. السلام يا خيمينيز، خذ الاول لف الثاني، صوب الامير. الكره العرضيه الان عبد الله درويش يبعدها. الاهلي قياسا بظروف المباراه بالتاكيد سيكون التعادل بالنسبه له نتيجه ايجابيه. الكره العرضيه العاليه والراسيه، يا رب عادوه بعشره لاعبين، عادوه انطرد منهم سالمين، لكن الشارجة منهم ما هم سالمين. الله على البشارة، على البشارة. بشر السعيد يسعدهم، البشارة من السعيد، البشارة من السعيد. الأهلي عدلها، الأهلي أشعلها، الأهلي يسجل عن طريق المدافع. كلهم مدافعون مهاجمون في هذا التوقيت، بعشرة لاعبين عادوا إلى المباراة. يا الله يا عرضية السياو، تبادل الأدوار لما بشير يلعب الكرات العالية للسياو. الآن السياو يلعب العالية البشير. يا الله على التمريرة، الله على غضب الفرسان، على غضب الفرسان. بعشرة ولا ما هم بعشرة؟ كاملين ولا ما هم كاملين؟ شوف اللي يسوونه، شوف الفرسان، شوف العودة لاستاذ راشد بالنادي الاهلي. بالاهلي هنا عودة الحياة للمدرجات مرة اخرى. زي كارلوس بدأ القمة، بشير السعيد بيعدلها في الوقت المناسب في هذا الشوط. كرة بتتحول من جديد في الجهة اليمنى، سياو بيلعب لك كرة عرضية، المتابعة، الكرة بتتخلص، اختبار صعب، ضغوطات، نقص عددي، خصم عنيد جدا، لكن الاهلي بمسؤولية كبيرة من قبل لاعبين. رئيس النادي هو رئيس النادي، فزاع هو صاحب كم بحر ترهب خبته، بس عمده خطير وحب الدروب الخطيرة. هو من يردد ذلك وهو من يقول ذلك. الآن في هذه الدروب الخطيرة، في هذا الدرب الصعب الذي يخوضه النادي الأهلي أمام التحديات والإرهاق والضغوطات والمنافسة على كل الجبهات، لكن سي كارلوس خطير في نص الملعب، بيرسل الكرة في مكان، تعود الكرة عن طريق اللاعب ماجد حسن، ماجد في الجهة اليسرى إلى إسماعيل حمادي، حمادي بيرسل الكرة في مكان الآن باتجاه صنقور حمادي. يا سلام يا رباه يا لعيب، جرافيتي مستحيل مستحيل، فرصة بتضيع، لا يصدقون هذه الكرات. اللقطة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى والكرة بتتحول. شوف اللقطة، شوف الجملة، شوف كرافة، لكن الكرة تحولت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة فريق الشارجة. واحد زي كارلوس حمادي، سيطر عليها الحمادي، مشاها خيمينيز، استلم. هذه خطرة، هذه خطرة، وصلت إلى كرافة، كرافة انطلق، كرافة مر، كرافة تسويبه. يا رب الكرة إلى ضربة ركنية، محمد يوسف يقف أمام الجرافة، استلمها، وسع وبحث عن توسيع الفارق، هو اللي يبغي يوسع الفارق. طيب وصلت إلى السياو، السياو في نص الملعب يتقدم، السياو تسويبة. يا الله يا رب، واحدة من كرات هذا السهم، واحدة من سهام السياو يرسلها، ولكن تعتلي مباراة الكروت الحمراء. الحمادي في نص الملعب بيرسل الكرة إلى ماجد، ماجد انطلق، ماجد تقدم، ماجد صوب، الكرة وصلت إلى كرافة. يا رب اللاعب الاستثنائي للفريق الاستثنائي في الموسم الاستثنائي، بحثاً عن الاستثناء مع كرافة. الأهلي يوسع الفارق، والأهلي هالموسم عن الكل فارق. روح البطولة، شخصية البطل، تحقيق المستحيل،
عمده خطير وحب الدروب الخطيرة سواها قرافة سواها الأهلي فجر الفرسان سجل النادي الأهلي فرسان الصدارة فرسان الإبداع فرسان القوة فرسان اللقب فرسان البطولة حتى الآن حتى الآن الله يا قرافة الله يا قرافة فرحة كوزمن فرحة جماهير النادي الأهلي بإستاد راشد قلبوا النتيجة تحملوا الضغوطات تجاوزوا الاختبار صفر يا عمار صفر يا عمار الأهلي هذا الموسم فريق من نار فريق من نار فريق استثنائي في كل شيء حتى الآن يا الله على توقيت الهدف يا الله على الرغبة على الإصرار على الهداف على المارد ومع المارد كل شيء وارد كنا نقول وكنا نتكلم هو قرافة أمام الملك في منطقة الجزاء هو الملك هو الملك مواسم 83 هدف في قميص النادي الأهلي عن طريق الجرافة عن طريق جرافيتي سياو راح سياو راح سياو إلى قرافة قرافة يحاول يا الله يا الله تحملوا المباراة ولما كانوا بعشرة كيف الآن والكفة متساوية عشرة بعشرة كيف والكفة متساوية عشرة بعشرة الأهلي يبحث عن الثالث يبحث عن الثالث الفاز اليوم راح يكون منهم سالمين لكنهم خرجوا غانمين خرجوا غانمين حتى هذه اللحظة من هذه المباراة من الغانمين من الفائزين حتى هذه اللحظة ساو سيخرج ويترك مكانه للاعب أحمد عباس يتلقى التحية السهم الأحمر السهم الأحمر يتلقى التصفيق الكبير نلعب في الوقت بدل الضايع الأمير خيمينيز في الجهة اليمنى كرة بتصل في الجهة اليمنى لمصلحة النادي الأهلي فيها تمريرة محاولة مستمرة قمة كبيرة في كل شيء حقيقة قمة قدمها الفريقين في كل شيء الشارجة يدفع ثمن عدم استغلاله لحالة النقص العددي الله على قطع الكرة الله على المرور بالكرة الله على التعامل بالكرة الله على خيمينيز والكرة للنادي الأهلي المستمرة في الجهة اليمنى فيها محاولة فيها استمرار الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس رمية تماس حزن واضح على هذا المشجع الشرجاوي لكن عليه بأن يفتخر بأنه شرجاوي بأنه ينتمي لهذا الفريق الكبير لن ينسى الجميع تاريخ هذا الملك وسيعود ولا بد أن يعود ولو بعد سنوات ولو في الفترة المقبلة الحمادي سيخرج ويترك مكانه لأحمد خليل دكة البدلاء تتحرك لاستغلال الوقت بدل الضايع بالتأكيد فيما تبقى من هذه المباراة رمية تماس للنادي الأهلي الفوز الأغلى ما يقربهم من اللقب فارق النقاط سيبقى 6 نقاط إذا فاز الشباب في هذه الجولة وسيتسع الفارق إذا تعثر الشباب في هذه الجولة الأهلي يوسع الفارق والأهلي هالموسم عن الكل فارق عن الكل فارق قرافة اللي يصنع الفارق واللي يسجل في الأوقات الصعبة والحاسمة هوليه 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 هكذا يردد جمهور النادي الأهلي متصدرين لا تكلمهم لا تكلمهم يا الله هم في كلها في كل جهات الموسم متصدرين في كل الجهات متصدرين متواجدين يبحثون عن حقيقة إبريل حقيقة الحسم ماذا يخبئ لهم إبريل في الشهر الذي ستحسم فيه أغلب بطولات النادي الأهلي في هذا الموسم إلا إذا كان للفرق الأخرى رأي آخر كرة ثابتة الآن تنفذ بشكل قصير محاولة لاستهلاك الوقت عمار الجنيبي يطلق سفرة انظروا إلى الفرحة الواضحة انظروا إلى الضغوطات التي تجاوزها تجاوزها الفريق صافرة عمار أعلنت بأن الأهلي تجاوز الاختبار الصعب أعلنت أن الأهلي يتصدر هذا
هذا الموسم ويستمر. أعلنت عن روح البطولة، أعلنت عن الشخصية، أعلنت عن الفريق الاستثنائي في هذا الموسم. مبروك للنادي الأهلي ولكل جماهيرهم ولكل من يشجع الفرسان. هارد لك للملك على خسارتهم لهذه المباراة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر دبي الرياضية، أتمنى بأن تكونوا قد استمتعتم بكل تفاصيل هذه القمة، على أمل بأن نلتقي مع حضراتكم في لقاءات أخرى في دوري الخليج العربي.